على كل حال خلينا بس نرجع ونتكلم عن المونديال وامبارح تحديدا في كذا ماتش. اتكلمت انا كريم وانت اتكلمت معايا اول امبارح برضو كان في يعني ثالث ايام خلاص الدور الثمن النهائي والنهارده اخر يوم قبل الدخول بقى في الصدمات زي ما بتقال كده الدور ربع النهائي. امبارح يعني الواحد فعلا فعلا تعب وهو بيتفرج على مباراه كرواتيا واليابان. ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ ايه الايقاع الرهيب ده؟ بجد اللياقه البدنيه اللي احنا شفناها فعلا الغير طبيعيه اللي عند الفريق الياباني تحديدا واحنا قلنا الكلام ده حتى قبل المباراة بجد كان حاجة محترمة. لكن صحيح. للأسف هو مش محظوظ ان هو يعني ان هو يخرج كمان من البطولة بس عمل أداء وقدم شغل محترم جدا بصراحة يعني سجل من البداية كمان زي ما حضراتكم عارفين وضيع بعد كده للأسف جوال كتيرة جدا وبعد كده وصلت ان انت بقى في تعادل وبعد كده وصلت ان انت بيبقى في ضربات ترجيحية وللأسف الفريق الياباني او المنتخب الياباني يعني خسر ما قدرش ان هو يستمر رغم ان انا كان نفسي فعلا منتخب اليابان ان هو يستمر بشكل كبير. يا كريم كنت شايفة ان هم مقدمين فعلا يعني شغل على الارض محترم جدا 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 وده كان عكس المتوقع كمان ان انت بتشوف منتخب ما كانش في الحسبان ما كانش حد اصلا بيفكر ان ممكن منتخب اليابان يعدي من دور المجموعات ولا اي حاجة ويقول لك دور 16 وثمن النهائي الكلام ده ما كانش وارد بس فعلا اليابانيين يابانيين زي ما بتقال يعني حاجه اكيد محترمه. كمان خليني اروح لماتش البرازيل برده كان حاجه يعني تحس ان هو كان بيلعب ماتش ودي بقى خلينا برده نتكلم بصراحه عشان يعني ما حدش يزعل بس امبارح احنا شفنا ماتش ودي يعني كان فوز كاسح على كوريا ما فيش مجهود البرازيل عملته على الارض ما تحسش اللعيبه بتجتهد ما تحسش اللعيبه بتلعب هم جايين يحطوا اجوال او يحرزوا اهداف وخلاص ما كانش في تنافسيه تماما. احنا كنا عارفين اكيد ان الفوز لصالح البرازيل من البدايه بس ما كنتش متخيله الماتش هيكون بهذه السهوله برده ضد كوريا يعني لا والاربع اهداف اللي سجلوها يعني الحقيقه كلهم يتقال عليهم اجوال مزيكا بالمعنى الحرفي وفيها قدر مهول من الروقان والثقه. البرازيل برضو في نهايه البطاطي حضرات وبرضو فيما يتعلق باليابان الحقيقه تاكيدا لكلامنا هود ناس كتير جدا كمان يعني غير ان هم ما كانوش متوقعين ان اليابان ممكن توصل للمرحله اللي هي وصلت لها لا ده في ناس كمان ابتدت تركز معاها وتبتدي تشجعها من كل قلبها لان هم فعلا شافوا كوره حلوه. وطبعا كالعاده اليابان لما تكون حاضره في اي فعاليات لاي بطوله ايا كانت الرياضه ايه هي اللي بنتكلم عليها لازم تلاقوا التاتشات الياباني المحترمه السلوكيات القويمه اللي كلنا نفسنا نشوفها في مدرجاتنا وفي ملاعبنا وفي كل مكان الجماهير اللي بتلم وراها بعد ما بتنتهي من احداث اللقاء حاجه محترمه جدا. امبارح لقطه ناس كتير قوي وقفوا عندها المدرب الياباني بعد الاقصاء الغير مستحق الحقيقه للمنتخب الياباني وقف وسط الملعب وانحنى بالكامل تحيه لجمهور اليابان وتقديرا واحتراما ليه حاجه الناس دي محترمه وشيك قوي. انا في حاجه كمان بقى عايز اقولها بصراحه وفي فرق كبير قوي ما بين حد بيعمل سلوك معين علشان هو مؤمن بالسلوك ده او هو ده سلوكه الحقيقي صحيح. وفي فرق بين لما بتلاقي سلوك معين بيتعمل عشان ياخد اللقطه دي حاجه بتبقى مستفزه للغايه يعني اللي يحب ان هو يعمل حدث عشان الناس تتكلم عليه عشان عارف هنا في كاميرات علشان يتقال عنه كذا وهو بعيد كل البعد عن هذا الاتيتيود او التصرف ده دي بتبقى حاجه فعلا مستفزه. لكن الناس دول ما بيمثلوش الناس دول ما بيدعوش الناس دول في قمه الاحترام. هو يمكن الكلام ده بره كره القدم مالوش علاقه او الرياضه بس دي سلوكيات احنا شفناها بعنينا فوجب ان احنا ننوه عنها وجب ان احنا نشير اليها لان دي كلها مشاهد برضو من المونديال. مونديال كاس العالم ده انت مش بس بتلاعب منتخبات يا كريم انت بتتعرف على ثقافات مختلفة وتقاليد مختلفة وحاجات انت ولغة مختلفة وكل حاجة مختلفة وناس مختلفة فانت بتروح تتعلم يعني هي مش كرة قدم بتفرج عليها وامشي انا بلقط ثقافات وبتعلم وبعلم وبسيب اثر وناس بتسيب فيا اثر فهي دي كلها حاجات زي كانك لفيت العالم ما انت دلوقتي بتقابل العالم كله فانت كانك لفيت العالم كله بس وانت في مكانك فقد ايه الموضوع مفيد كمان على الصعيد الاخر لما نشوف اتيتيود ناس اليابان دايما يقول لك كوكب اليابان ده عن حق وعن استحقاق ناس دي محترمه جدا نتمنى شوف بقى نتمنى نكون في يوم من الايام بهذا الاحترام في السلوكيات بتاعتنا بصراحه حق يقال برضه انا عمال اقول حق يقال كتير لانه حقيقه بس في حاجه مستدعيه ده طبعا. وبعدين لو بتتكلمي بقى عن الناس اللي هي بتعمل يعني حاجات معينه عشان تاخد اللقطه هنروح بعيد ليه؟ لا ما احنا هنروح ما انت لسه عندك عندنا. من ايام معدوده المنتخب الالماني واللقطه الشهيره اللي خدوها وقت صوره الجماعيه قبل انطلاق احداث المباراه كان من نوع اخر بس شفتي اللقطه انتهت بايه بقى؟ لقطه ليهم هم بيخرجوا بره المونديال غير مأسوف عليهم ناس كتير قوي الحقيقه يعني يكاد يكونوا فرحوا بخروج المنتخب الالماني على كل الاحوال لان هم يعني هم نقدر نقول ان المانيا او منتخب المانيا
انهزم في البطولة دي رياضيا وأخلاقيا كمان.